اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى الى المنتصف. ارحب بالاستاذ عبد الكريم المطاري عضو المجلس الاعلى لمقاومه صنعاء. استاذ عبد الكريم حياك الله. نعم، حدثنا عن الانتصارات لهذا اليوم. كما هو معلوم وصلت قوات الجيش الوطني الى سد العقران المحاذي لقريه محلي بمنطقه نهم، وايضا سيطرت على تباب النهدين في المنطقه. اهميه هذه الانتصارات؟ الحمد لله رب العالمين. أبشركم أخي العزيز وأبشر شعبنا اليمني الصامد أن المغامرة الحوثية، المغامرة الانقلابية أوشكت على نهايتها. الأبطال الجيش الوطني والمقاومة في نهم يصلون الآن إلى مناطق جديدة، كسروا الحاجز، حاجز المرتفعات الذي يفصل بيننا وبين العاصمة صنعاء بسيطرة في الأيام الماضية على الجبال الاستراتيجية المهمة، جبل القتب والجبال المجاورة له. واليوم بفضل الله عز وجل تمكن أسود الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة الكاملة على قرية العقران التي تلي السلسلة الجبلية التي حدثتكم عنها، وكذلك السيطرة على سد جرجور وجبل النهدين القريبة من مركز المديرية المديد، مركز مديرية نهم المديد. والآن اشتباكات عنيفة تدور بالقرب من المديد وبالقرب من محلي. أصبح ابن غيلان، نقيل ابن غيلان، وأصبح مفرق وأصبحت محلي تحت سيطرة نيران الجيش الوطني والمقاومة، ولم يتبقى إلا القليل. ربما في الساعات القليلة القادمة تسمعون أخبار عن الوصول إلى مفرق أرحب وإلى محلي وإلى نقيل بن غيلان بإذن الله. نعم، إذن منصورين إن شاء الله. ماذا عن الأسرى أيضا الخسائر في صفوف الميليشيا؟ أخي العزيز، الجثث تملأ الشعاب، الجثث كنا نقول بالعشرات، الآن هي حقيقة بالمئات. منها ما سقط في أثناء المعارك والمواجهات، ومنها ما سقط تحت طائلة نيران طيران التحالف العربي الذي استهدف إمدادات كثيرة كانت تصل تباعا إلى المديد، ومنها 6 أطقم كانت محملة بالأفراد والذخيرة استهدفها طيران التحالف ودمرها عن ذكرة أبيها، وسقط ما يقرب من 40 قتيل من هذه الإمدادات. واليوم نفس الركن بالامس واليوم التحالف يستهدف الامدادات، بينما الميليشيات الانقلابيه تحاول ان تضع سد بشري في نقطه نقيل بن غيلان من النازحين الذين يحاولون الفرار، تحتجزهم في النقطه لساعات حتى تستخدمهم كدروع بشريه، وهذا دابهم وهذه هي اخلاقهم. نعم، ماذا عن المدنيين هؤلاء الذين يتم احتجازهم؟ هل لا يزالون عالقين في الاشتباكات أم ماذا؟ ليسوا عالقين في اشتباكاتهم في نقطة نقيل غيلان، يحاولون الفرار بأنفسهم وأهليهم، لكن الميليشيات تتعمد تأخيرهم وعقلتهم، هم يمرون لكن بصعوبة شديدة، يمرون ببطء. إذن ربما تسعى شديد والأمر مقصود، يعني حتى يحاولوا التأخير، هم يعرفون أخلاقنا أننا لن نستهدف المدنيين، فيحاولون استخدام نقطة الضعف بالنسبة، يعتبرونها نقطة ضعف ونحن نعتبرها نقطة قوة، أننا لا يمكن أن يعني نعتدي على المدنيين، لكن هذه الحيل المعروفة عنهم ولن تنفعهم، إنما يحاولون التأخير. نحن قادمون. نعم، عبد الكريم، ماذا عن الألغام؟ ماذا عن؟ الألغام، من المعروف أن الميليشيا هي تفخخ المنطقة بألغام بشكل كبير، كيف يتم التعاطي معها؟ والله يا أخي ما أدري ما أقول لك، الأبطال يتجاوزون هذه العوائق، ومنهم من يعني هناك معنا إصابات بسبب الألغام، لكنها لن تقف عائقا أمام اقتحام الصعاب وأمام الوصول إلى الأهداف التي رسمت لهذه الحملة العسكرية الناجحة. الفرق الهندسية تباشر الآن بنزع الألغام وتطهير المناطق التي قد تم السيطرة عليها، وأبطال القوات المسلحة والجيش الوطني والمقاومة يتمركزون الآن في المناطق المسيطرة عليها، وأصبحت النيران الآن تقترب إلى محلي وإلى نقيل بن غيلان وإلى مفرق أرحب شيئا فشيئا، وإن شاء الله في خلال اليوم تكون المعركة قد حسمت بإذن الله عز وجل. نعم، الحوثيون يفرون، الميليشيات يفرون مثل الفئران المذعورة باتجاه المديد وباتجاه مفرق أرحب، مثل الفئران المذعورة بالمئات.
نعم عبد الكريم المطري عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف أيضا من صنعاء.